دبي هيلز، بس وين اليوم البيروتي؟ لأول مرة فوت على البيروتي دبي هيلز ومنا بيروتي، يخز العين عن هاللوكيشن يا جماعة. شوفوا 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 من هون ما أجمله، ترويقة هيك على الرواء مش غلط أبدا. يلا بينا. مرحبا، كيفك؟ شو أخبارك؟ نان سموكينج سي فيو دخيلك على البحر، خليها فكرة. بالشتاء منيح العادة هون لما تفيقوا الصبح ويجي عبالكم ترويقة، بس مش حيلا ترويقة، ترويقة هيك لبنانية حلوة بيروتي. هلأ أجواء شوب، فوين بالمول دبي هيلز أخذنا تو من الأوفن والشيز بلاتر واللبنيز بريكفست بلاتر. خلينا نبلش بقى دول ونشوف شو بيصير. أوكي حبيبي، لا ما عندنا حساسية لأي شيء، أي شيء بيمشي بيأكله أنا، ما تعطى الهام. حبيب قلبي، أنا من الأشخاص اللي ما بتروق، عن جد ما بحب كتير اتروق، بس هلا صارت الساعه 11:30 فهي ذاتها كانه ترويقه. مبين الترويقه قويه صراحه. خلينا نشوف شو عم بيحضروا الشباب. شيز بلاتر على الرواق مع عنبات حبه حلوه. يا حلوه واحده بلش فيها هيك على الخفيف، شويه فول لبني، حمص، فتي هيك جبني، فطولي منقوشي مع لبني، لحمه بعجين. حبيبي ثانك يو. زعتر مع لبني مع شويه خضره. والله يا جايز ترويقه رائعه. الزعترات اللحمه بعجين رائعه. شوفوا لي مناسبي هاي التشيز، شوفوها حلوه حلوه وقويه. هاي على الخفيف صينيه ترويقه. طبعا بيجيكم اللحم بعجين والزعتر والقصص والرويات. ضربنا اللحم بعجين، العجينه رائعه. طيب شوف هالعجينه مرتبه، في لكم مرتبه. حلو الموضوع. خبز فريش لشو للبيض، نضرب لنا بيضه من هون. مرتبه ترويقه، مرتبه ما في حكي. ناخذ شويه فول هيك، لازم هيك فول. كل شيء شوي 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 تتروقوا. حلوه نظيفه طيبه مهضومه. فتي هيك على الرواق، بتشيلوا لي هاي هيك. اوه فتي باذنجان، نايس. ما توقعت. عمهلكن عمهلكن يا جماعه. واو رائعه. تتروقوا بتتغدوا بتتعشوا، بدكم تحلوا مش عزوكم. شو عنده تحليه؟ غزل البيروتي، حلاوه الجبن، تشيز كنافه، ديت بودينج، ام علي وتشوكلت وقطاي. والله قصد حلاوة الجبن على الخفيف، صحن حلاوة الجبن بس. تعطيني واحدة حلاوة الجبن بعد اذنك حبيبي. حبيبي ثانك يو. حلاوة الجبن بلا قطر يعني ما عملنا شيء. تضربوا لي اياها ضربة القطر هيك على الخفيف الخفيف. بدها لقمة ديزيرت هيك بتنعنش الجسد. دبي هيلز في مكان اسمه ذا ترافل هاوس، يعني كل شيء له علاقة بالترافل. معقول ما فوت عليه؟ لا 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 يا جماعة، بتحبوا الترافل؟ ليتس سي. اوه واو انترستينج، ذيس از سو كول. باكجينج رائعة. اوه عندهم تيستينج كمان. اوه نايس، حنجرب. اوه شوف الترافل سلايسز، وهذا بلاك اوليفز اند مشروم، ترافل صوص ببلاك اوليف ومشروم. في عندهم اشياء مخيفة، والبلاك ترافل، وايت ترافل، ماسترد وسمر ترافل، بيستو ترافل. او ماي جاد، حتى الهاني ترافل. لا لا بدي فوت جرب انا، ما 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 بيمسير. بس شوف الديسبلاي هون، اللي بحب الترافل ذاتس ا فيري نايس بوكس. بلشنا بالقوي في الترافل. شوفوا التشيزز اللي كلها على الترافل، التشيدر، او كارماليزد اونيون، فريش تشيلي جام، حتى جودا. او واو مان، This is so good. وهون بيجيكم البلاك سمر ترافل، حبة الترافل. ووف، Let's take me to the tasting room. Yeah. This is what I do in life. I taste. So for, tell me. For the tasting room, we have a nuts, puff, chips, and those sour sauces with truffle. We have also specialties, honey, pesto, mustard, and mayonnaise. So this is the chips. Yes. Can I taste? Oh, wow. The truffle is so strong in it. I didn't expect that. I thought like a taste of truffle. No, it is very strong. Interesting. And we have also nuts. Want to try also? No, anything I can try, I will try. Don't. This is what I do. And even the popcorn, this is what's new. A popcorn truffle. Hmm. Interesting. That one keep... is air puff without oil. Ah, without oil. Yeah. And our chips is... Oh, so healthy. Yeah. Healthy chips truffle. That's good. Okay, you I want to try that. Nuts? Of course, the cashew. So this purely truffle too. Honestly speaking, this is the first time I taste nuts with a truffle. Yeah. Wow.
This is so good. And we have baljam, but this one without truffle. But you can use this one with a combination of our cheese and pepper if you love tea with water. Oh yeah, of course. Yeah, we have also truffle powder that you can use French fries, potato wedge, vegetable, actually any dish. And like you got the balsamic seasoning. Truffle is so good. Baljam. Even the oil. One infused with white truffle. Olive. This is so good over pasta and stuff. I mean, pasta, seriously. Salads, yes. No, no, you have a combination of a lot of really good products. Mm. So everything is imported? Yeah, from Italy. From Italy? Yes. Ah, okay. Interesting. That's so good. And we have also fermented hot sauce, but those without sugar. I'm not so much into spicy stuff. Mm. That's why, but... You want to try ours? I will try, yeah. Let me try. How can I try? Our best seller, this one, truffle slices. Okay, please, let me try the truffle slices. This one you can use pasta, pizza, crackers, actually anything, the toppings. Ooh, interesting. Good stuff. And purely Italian, it's really this good. This one, black truffle with black olives and mushrooms. Ah, wow, that's interesting. This one is same, you can use anything like a topping. For pasta, just boil the pasta, then mix our sauces, that's it. It's really good. No need to cook. This is good. This is so good. The olive and the mushroom and the truffle in it. Interesting, interesting. Now you try. Oh, so she got him, huh? You see? Already. Okay. Let me try this. So what we got here? That one, a truffle gouda. Ah, truffle gouda. That one, the intensity of truffle. I love the gouda. I love gouda. Here we go. It's going to be like, this is so good. And this one, that means our truffle cheddar. Ah. That one, the organic. Ah, that's organic. Yeah. That one, medium intensity. Ah, okay. Medium intensity. Oh, wow, very creamy. The truffle is so good. And our bestseller, extra macho truffle cheddar. That one with high intensity. This is high intensity of truffle, I can see. I can see from the color, the amount of truffle. Oh yeah, oh yeah. Here, ooh, very high intensity of truffle. Anjad, عالم اللي بتحب التروفل بقلب التشيز. That one, veal truffle salami. This is veal truffle salami. Okay, I'm sorry. Oh wow, very interesting. No, the good part that the quality and the ingredients is very high. And you can tell the truffle, the taste, the flavor, it's really good. I love it. شوفوا الباكجينج شو مهدوني. يعني هيك شوية chips, popcorn, مكسرات على الخفيف حلوة. Next time I'll try the cheese and the salami. It is so good. وعن جد عن جد يعني ال details اللي شاغلينها. This is the same branch in Italy, correct? The brand. From Italy. Okay. Very high quality imported truffle. شو بتعمل بحالة الجوع وما في شيء بالبيت؟ بتطلعوا لبرا وبتروحوا تاكلوا، هيدا أهم شيء تعملوه هلا، لأنه الصراحة أنا ميت جوع وبدي أروح آكل شيء، فواي نوت؟ ليتس جو إيت سمثينغ، كثير جوعان، عن جد كثير جوعان، خلينا نشوف، شو فينا ناكل؟ شو؟ قلب سيارتي إنه بتعيط لي، يلا، والله يا جماعة ميت جوع، فتنا على البيت ما لقينا شيء، ما عاملين شيء، ما مسويين شيء، وكثير جوعان، غلط؟ أكيد لا، بس بدي شيء بسرعة وسريع وما يكون كتير في نطرة ويكون شيء healthy وما يكون هيك fast food وقصص ما بعرف شو هيطلع معي. قلت لي يا جماعة إنه عندي بالكومباوند ما في شيء healthy يتاكل، فدفنتلي لازم أطلع لبرا لشوف شو بدي لاقي، وما بعرف بدي شيء سريع هيك بسرعة أكل لي لقمة والله ماني عارف، بس لما يكون واحد عن جد واحد يكون جوعان أنا خلص جوعان ما بعرف شو بدي. والله اللي طلع ببالي يا جماعة زهرة لبنان أقرب شيء لإلي. بدي اكل لي هيك شي ساندويتش شاورما شغلة هيك سريعة والله ما بعرف، او بدي يصير سوق لألو بيروت والله ماني عارف، لألو بيروت بعيد شي 25 دقيقة من سوق الجيم، فشكلنا حنروح على زهرة لبنان، يلا بينا، هيدا زهرة لبنان من اقدم المطاعم الموجودة بقلب ابو ظبي، هلا السؤال حلو، اوه في صفي، لا 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 الموضوع قوي الموضوع قوي، ليه صفي هون كمان هيك بالوش يا حياتي شو مهضومي، شو الحلو بالموضوع؟ اسمعوا انا طلبت شاورما، قلت اسلم شيء سريع شاورما، قلت له شو عندك ساندويتش ثاني؟ صار يعدد لي الكباب والتكه، قلت يلا بناخذ تكه ما مشكله، سالته شو في عندك ساندويتشات غير المشاوي؟ قال لي في فرانسيسكو، قلت له شو بتحط بالفرانسيسكو؟ قال لي توم ومايونيز صوص. قال لي في فاهيتا، قلت له طيب كمان فاهيتا شو بتحط بقلب الفاهيتا؟ قال لي توم ومايونيز. طيب شو هالقصة هاي؟ كله توم ومايونيز بكل شيء. قلت له طيب فيلادلفيا اجى عم بيقلي مايونيز، قلت له مايونيز وتوم. طيب وبعدين؟ لا الموضوع غريب، قلت له يا خيي خلينا على المشاوي التكة وخلينا على الشاورما مع السليم، لأنه الساندويتشز في أصول، يعني ما فيكم تجوا اليوم أنا تضربوا الفرانسيسكو بتوم، ما بيصير، والفاهيتا ما بينحط معها توم.
يعني اللي بس حاطط فيها أفوكادو صوص، بيجي مايونيز وأفوكادو معمول صوص هيك مرتبة حلوة طيبة. إيه الفلي هذا موضوع تاني، موضوع تاني، في قصص تاني بدي نحط فيها نوعية اللحمة التشيز. بس يلا شو بدنا نسوي، شو بدنا نعمل؟ هلا طلبت أنا قبل ما أوصل لحتى مثلا بوصل يكونوا جاهزين، قلت له شو ما خلص أعطيني خي بدي أكل شي جوعان. بعدهم الشباب عم بحضروا ما جاب شي ولا عطانا شي. طب ليه يا جماعة يا حلوين يا أمورين بدنا ناكل، عملوا معروف. خي معقول ما خلص ولا ساندوش؟ طب طلبت 6 ساندويشات وفروش، فروش بناكله بالبيت، بس الساندويش عبال ما اوصل على البيت مش هياكل الستي. لا 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 مش هياكل الستي. حاولت كنسل بعض الساندويشز بس قال لي لا لانه اوريدي مشيهم فما لي عين. خلص ما بيأثر، منجرب مش غلط، لانه ما بدي اكل خبز للامانه. عم بحاول اعمل دايت ما اكل خبز بس ما عم بتزبط معي، بتجوا سريعين. شو بدكم تاكلوا؟ بحمل شقفه الدجاج وما لي خلق اوصل على البيت اقعد هلا اطبخ. خلصوا مع بعض. حتى الفروج؟ لا طالب فروج. طالب فروج ولا لك ايه؟ ايه؟ ساندوتشات. 6 ساندوتشات رجعت طلبت فروج عليهم. تفضل. نفس الايام. نفس الشيء، شوف لي الفروج بس حبيبي. أصلاً يا جماعة هو عطول عطول مش أول مرة، هو دايما بينسوا بينسوا أوردرات. هلا خلينا نفوت دلوقتي. طب كاتب عليها هذا الحبيب مش كاتب عليها. طلبتهم على 4 وبلا بطاطا. أو لا هذا الكباب، هذا التكة. لا لا طولوا بالك، طولوا بالك، طولوا. خليكم مع جاه عبالي بس اضرب الشاورما بسرعة. طلبوا كل الساندويشات صغيرة وعلى أبعاد مش على كاتب عليهم. لا ظلمني، لا مش كاتب عليهم، لا مش كاتب عليهم، لا مش كاتب عليهم. شو بيأسس كتبت عليهم شوي؟ ليه يعني ليش؟ ليش ليش ممنوع؟ ممنوع تطلب عليهم؟ هذا الشاورما يا جماعة يا حلوين على الخفيف. شاورما بلا بطاطا بس كبستو. أنا مش فاهمين، مش فاهمين ليش هيك عاملون؟ هذا دجاج ولا شو؟ ما بعرف ليه صعبة يزبطوا الساندويتش. حبيبي شكرا، ممنونك انا. شو يا جماعة عم نضرب التكة؟ مش غلط مش غلط مش غلط نضرب تكة. مقبول بس مش توب، اللحم شوي قاسي بس بيتقطع عالجوع بيتقطع. وهيدولي هلا على البيت لناكل. والله يا جماعة اوقات عن جد بيكون واحد جوعان بس ما بيعرف وين بده يروح، مع انه انا بروح بجرب وبطلع ومطاعم وقصص، بس عن جد الموضوع اوقات مستفز. اوكي بتوصلوا على البيت يمكن ما لي خلق اقعد اعمل اكل وحضر اكل وساوي، فبتطلعوا تجيبوا لكم شغله هيك صغيره بسيطه من برا، بس حتى هيدي الشغله ما بتنبسطوا، ما بتنبسطوا بالطعم وبالاكل، صعب صعب الموضوع. بس هيدا فروج ماكينه نوت باد يعني الباكجينج، وبيجي معه شويه حمص وشويه ثوم. يعني شو بدي اقول، ماشي الحال ماشي الحال. مرقولنا اياها مرقولنا اياها يا جماعة. تاكلوا بتنسوا حياتكم شوي مع شيء مش افضل ما يمكن، بس عالجوع كله بيقطع احسن من الساندوشز. ما بدي ساندوشز للامانة يعني، فمنشوف ما في عنا تشويس كتير، بس خليني اخبركم لشوف هيك. ها ايكو كيف محروق من برا، ماشي الحال بدنا ناكل جوعانين.